تقدمنا اليوم أمام المحكمة الدستورية بطعن في نتائج الانتخابات المعلنة من طرف السلطة الوطنية المستقلة يوم الأحد 8 سبتمبر، وهذا بسبب ما قيمناه نحن وما نمتلكه من أدلة قانونية وقرائن تثبت أن النتائج المعلن عنها تتناقض في كل معطياتها، سواء ما تعلق بنسب المشاركة المعلنة في كل توقيت الساعة الخامسة إلى الساعة الثامنة إلى النسبة النهائية التي يمكن حسابها من خلال الكتلة الناخبة التي تم الإعلان عليها في نتائج التصويت إلى النتائج المدونة في المحاضر.